الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال المركز العراقي الاقتصادي إن قطاع الفنادق في العراق يشهد تخبطاً كبيراً وعدم وجود آلية عمل سياحية منظمة تتماشى وفق متطلبات العمل في العالم. وأضاف المركز أن الحكومات المتعاقبة أهملت القطاع السياحي بشكل عام والقطاع الفندقي على وجه الخصوص، وأشارت إلى أن الإحصائيات الرسمية بيّنت أن عدد الفنادق ومجمعات الإيواء السياحي في كافة المحافظات العراقية بما فيها كردستان العراق بلغت 2282 مرفقاً سياحياً لعام 2019، وهو ما يصنف على في مصافي الدول الفقيرة فندقياً. أكد خبراء اقتصاديون أن العراق أضاع 271 مليار دولار خصصت للاستثمار بعيداً عن الموازنة التشغيلية منذ عام 2011 إلى غاية عام 2021. وأوضح الخبراء أن ضياع تلك الأموال كان بسبب عدم وجود التخطيط الاستراتيجي المناسب، مبينين أن تلك الأموال لو استثمرت بشكل صحيح وفي المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لكانت قد شكلت الآن قفزة نوعية وداعماً كبيراً ومهماً للاقتصاد العراقي. وأكد الخبراء أن العراق اليوم يمتلك فائضاً كبيراً في الأموال قد يصل في نهاية السنة إلى 30 مليار دينار عراقي، ولكن بدون وجود خطط استراتيجية واضحة لاستثمار ذلك الفائض المالي. قال نائب عن محافظة كربلاء فراس المسلماوي إن الهجرة السكانية إلى المحافظة ضغطت على بناها التحتية. وأضاف المسلماوي أن أكثر من مليون نسمة استقروا في كربلاء، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية والوزارات عرقلت الحركة العمرانية في المحافظة. هذا وكان عدد من أساتذة جامعة كربلاء قد اتهموا المحافظ نصيف الخطابي بسلب قطع الأراضي المخصصة لهم ومنحها إلى مستثمر، فيما كشفت هيئة النزاهة عن مخالفات وأضرار في المال العام في بلدية أو في مديرية البلدية ودائرة الصحة في المحافظة، مبينة أن البلدية قامت بمنح منتزه كفرصة استثمارية وتوقيع عقد مع المستثمر خلافاً للضوابط. حذر البنك الدولي من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يتسبب في ركود عالمي مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن اقتصاد ألمانيا رابع أكبر اقتصاد في العالم قد تباطأ بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن انخفاض إنتاج الأسمدة قد يزيد الأوضاع سوءا في مناطق أخرى. وأكد مالباس أن اقتصاد كل من أوكرانيا وروسيا من المتوقع أن يعاني انكماشا كبيرا، في حين تشهد أوروبا والصين والولايات المتحدة تباطؤا في النمو. سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة حوالي 3% إلى أعلى مستوى في شهرين بفعل مؤشرات على قلة المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 3.37 لتصل إلى 117 دولارا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.76 لتصل إلى 114 دولار عند التسوية. وقال محللون إن سحب المخزون واحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي دفع الأسعار إلى الارتفاع. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز بأمان الله.